الشعب هون واقفين طالعين مظاهرة تنديدا باللجنة المشكلة دستوريا لصياغة دستور من أجل مستقبل سوريا. يعني الشعب هون عم يندد بآلية تشكيل هذه اللجنة والممثلين عن يعني الممثلين في اللجنة لا تمثل كافة الشعب السوري، وهذا يتعارض مع مبادئ والقوانين العالمية التي تخص بأن للشعب حق في تقرير مصيره. فئة شريحة واسعة من مكونات شمال شرق سوريا مقصية عن المشاركة في هذه اللجنة. نحن لن نكون عنيين بهذا الدستور ولن نعمل به ولن نقبل به. نحن نتربع على أكثر من ثلث مساحة سورية وخمسة مليون شخص تم إخفالهم. الذين يكتبون الدستور هم الذين دافعوا عن البلد وحرروه من الإرهاب ومن حموه ومن قدموا لمواطنيهم الخدمات. الذين يكتبون الدستور حاليا هم خارج سوريا ومعظمهم لم يرى سوريا من زمن بعيد. نحن اليوم ندعو الأمم المتحدة أن تقف وقفة جادة، وأن رغم أنها لم تكن حاضرة في الأحداث السورية ولكن ترى كانت تراقب عن كثب وتعلم من حرر سوريا من الأرهاب. الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.